أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أن لجنة وزارية برئاسته أحالت 19 شبهة فساد في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما أرسلت 7 ملفات أخرى إلى القضاء من بين الكشف الرقابي لتقرير عام 2021. اللجنة اتخذت 56 قراراً لاسترداد أكثر من 6 ملايين دينار، وجد ديوان المحاسبة أنها أنفقت دون وجه حق، كما أصدرت أيضاً 15 قراراً لتحصيل أموال عامة مستحقة للخزينة تخطت قيمتها 108 ملايين دينار، حسب ما يشرح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. مصدر نيابي قال لرؤيا إن مجلس النواب استكمل دراسة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2017 و2018 و2019، وإن عددا من القضايا الواردة في التقرير ظلت عابرة للسنوات لحين استرداد المال العام. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب محمد السعودي رئيس اللجنة المالية السابق. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أختي وكل الأخوة المستمعين. أستاذ محمد، بداية، ما هي أبرز القضايا التي وردت في التقرير الذي استكملتم دراسته؟ الواقع من المعروف أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس الأمة، وكان قبل التعديلات الدستورية الأخيرة ليس على مجلس النواب مناقشة التقارير أول بأول، يعني كان يترك أمراض 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات لا تناقش. الآن بعد التعديلات الدستورية الجديدة يعني صار يجب على مجلس النواب أن يناقش تقارير ديوان المحاسبة في نفس السنة التي ترد فيها. نعم. ففي اللجنة المالية ناقشنا كل التقارير التي لم تفتح سابقا، و بفضل الله تم انهاء معظم هذه القضايا، سواء باسترداد المال العام او بتحويل للمدعي العام او بتحويل لهيئه مكافحه الفساد، والتقرير جاهز سنرفعه الى القبه باذن الله تعالى في الدوره العاديه القادمه ان شاء الله. نعم، ما هي اكثر التقارير التي استحوذت على اهتمامكم من ضمن المجموعه الكبيره من هذه القضايا استاذ محمد؟ الواقع تقارير كثيره في معظم الوزارات وفي معظم المؤسسات، يعني اكثر شيء كان صراحه مهم للساده النواب انه في اموال اميريه يصل مبلغها 8 مليار دينار لا زالت غير محصله. نعم. وهذه الاموال الاميريه بهذه المليارات يجب ان تنشط الحكومه في تحصيلها، وقد ذكرها تقرير ديوان المحاسبه، فهذه بجزء من ابرز الامور التي استوقفوا عندها السادة النواب، ولا زال هذا الاستيضاح قائم حتى هذه اللحظه. نعم، هل من عقبات معينه ربما يعني تواجهونها بشكل كبير او تعترض مسار عمل المجلس واللجنه الماليه للمجلس في هذا الشان؟ وفي الواقع يعني اللجنه الماليه عملها هو رقابي، كثير من الاموال التي اخذت بغير وجه حق تسترد، ولكن في كثير من لا يسترد في عام واحد، فيبقى الاستيضاح يعني عابر للسنوات. يعني اعطيك مثال، يعني اذا في شخص او شركه او مؤسسه عليها ما يحكي 1 مليون دينار او 100 ألف دينار، احيانا بصير مصالحه ما بقدر يدفعوها بنفس السنه، فيبقى الاستيضاح قائم وعابر لهذه السنوات حتى يتم استرداد كامل، يعني لا ينهى الاستيضاح الا باسترداد كامل المال العام. اقصى مده استرداد يعني كم بلغت؟ يعني ممكن تكون 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، يعني في موظفين كانوا ماخذين يعني بغير وجه حق نحكي 50 ألف دينار 60 ألف دينار، ولا زالوا موظفين. نعم. فهذول بتعرفي بيستردوا من رواتبهم بضاعة 500 شهر 600 شهر، كنتوا بعد 10 سنوات بضاعة. نعم، طيب أنتم كمجلس بما أنه دوركم رقابي، هل هنالك يعني إجراءات لمتابعة هذه القضايا بعد كشفها وبعد اجراء خلينا نحكي يعني الاجراءات القانونيه لها، هل هنالك متابعه لها؟ طبعا اللجنه الماليه في مجلس النواب متابعه مستمره لكل ما جاء
يكثر من استيضاحات ديوان المحاسبه. فما في شغله تترك نهائيا الا عندما ينهي الاستيضاح، وسواء تصلح المعلومه او يسترد المال. نعم. يعني ما في شيء يترك نهائيا، يعني مدام ما كتب في ديوان المحاسبه يعني يجب ان احنا قبل ما تجينا التقارير في لجنه في رئاسه الوزراء شكلت العام الماضي. نعم. بحيث انه تحل معظم هذه القضايا قبل ما توصلنا، القضايا اللي ما بتنحل في لجنه رئاسه الوزراء توصل لعنا واحنا بنستدعي الاطراف وبنحاول نحقق فيها ونشوف طرق انهائها، سواء ب مثل ما حكيت بالقضية انه بنحولها على المدعي العام. نعم. او على مدافع الفساد، او انه بنجبر الشخص على استبداد المال. نعم. النائب محمد سعودي رئيس اللجنة المالية السابق، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف. ننوه إلى أنه هذا المحور سيكون ضمن حلقة نبض البلد وبشكل موسع التي تأتيكم بعد نشرة الأخبار. إلى هذا الخبر، أطلق مجهولون عيارات نارية صوب مبنى بلدية الصريح في محافظة إربد وفق مصدر أمني. الجهة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الصريح محمد الشياب تحدث عن العثور على أعيرة فارغة وأثار حرق في غرفة فارغة داخل المبنى، مشيرا إلى أن الاعتداء لم يسفر عن أضرار بالأجهزة والأوراق والمستندات في البلدية، مؤكدا إلى أن منطقة الصريح تعاني من تهميش البلدية لها منذ أكثر من 6 سنوات. تعرضت مبنى بلدية الصريح إلى اعتداء من قبل مجهولين، 4 أشخاص ملثمين بإطلاق النار على مبنى البلدية، مما أدى إلى كسر الزجاج القاعة البلدية في الطابق الأرضي، وحاولوا حرق البلدية إلا أنه لا يوجد أضرار، لا كانت مستودع الصالة فاضية ما فيهاش أي أغراض للبلدية، أولاده بالفرار. كان الحارس موجود على رأس عمله، تم إبلاغ الجهات الأمنية بالكامل، وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مبنى البلدية وقاموا بالإجراء اللازم. بدأ اليوم الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية لعام 2023، والذي يستمر حتى الخميس 24 من الشهر الحالي. أما الامتحانات النظرية فستعقد بدءا من 7 من كانون الأول المقبل. ويتقدم للامتحان 3728 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 69 برنامجا دراسيا حسب الخطط الدراسية الجديدة. وتشرف على الامتحان 140 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 450 فاحصا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة. شارك المئات من الأردنيين بتشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح الذي توفي قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة. وزير الإعلام الأردني فيصل شبول ونقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي وعدد من المسؤولين شاركوا بتشييع الجثمان في بلدية جحفية بمحافظة إربد مسقط رأس الفنان الراحل. يشار إلى أن التحقيقات من الجانب المصري كانت قد كشفت العثور على طلفاح فاقدا للوعي في مسكنه بمحافظة الجيزة، وبه آثار جروح وحروق في أماكن متفرقة من جسده، فيما سادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ملابسات الوفاة بانتظار التحقيقات الأمنية. نعزي أنفسنا ونعزيكم جميعا ونعزي الوطن بهذا الفقيد الكبير، ومصابنا ومصابكم واحد. وأود أن أقول بأن أخي أشرف قد توفي في ظروف غامضة، وسوف نصدر بيانا فيما بعد للناس، وليس هناك لغاية الآن أي نتائج بخصوص التقرير الطبي الشرعي والتقرير الأمني الذي سوف يصدر في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وهم متابعون
لم يصدر يا إخوان لغاية الآن، لأن الناس يسألون ويصرون علينا ويضغطون، ونحن لن نصدر أو نعلن أي شيء إلا بعد صدور التقرير الرسمي من جمهورية مصر العربية. باسم زملائي في الهيئة العامة في نقابة الفنانين ومجلس النقابة وباسمي أتقدم بأحر العزاء إلى أهل الفقيد وعائلته وعشيرته وإلى أهله في نقابة الفنانين الأردنيين، وله الرحمة ولهم طول البقاء. أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وحدة تمكين المرأة بهدف زيادة المشاركة النسائية سياسيا وحزبيا بما يتماشى مع عملية التحديث السياسي تجسيدا للرؤى الملكية السامية بالوصول إلى برلمانات حزبية. إطلاق الوحدة يأتي خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المرأة في العملية الانتخابية والحزبية. رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أشار إلى أن دور الهيئة يكمن في تنفيذ القوانين المعنية فيها من أحزاب أو انتخاب، وليست معنية بأي سجال سياسي. إن دور الهيئة، يعني الهيئة مش شيء كل شيء راح تعمله، لكن الهيئة المستقلة دورها أساسي في قضية الانتخابات، في قضية تطوير العملية الحزبية، وأيضا تحقيق انتخابات تتمتع بالعدالة والنزاهة. مشان هيك بدي أحب أؤكد أن الهيئة هي فقط مسؤوليتها تنفيذ القوانين التي معنية بها، قانون الأحزاب، قانون الانتخاب وغيرها من الأنظمة، وليست معنية بأي سجال سياسي. في هذه البرلمانات والحكومات من حق النساء ومن حق كافة الفئات أن تتواجد بعدالة وبتمثيل عادل طالما أنهن كفؤات وقادرات وأن الأردن يستحق. وثانياً انتخابات، وهذا ضمن المانديت الهام للهيئة المستقلة وعلى رأسه، وهذه الانتخابات هي الآلية الحقيقية لتداول السلطة في الدولة. رفعة وطن مبادرة شبابية أطلقت في محافظة العقبة استجابة لتوجيهات الملكية في مجال خدمة الوطن وحماية مقدراته. هذه المبادرة بحسب محافظ العقبة خالد الحجاج تأتي بهدف التصدي للعديد من السلوكيات والظواهر السلبية في هذه المدينة الساحلية، أحد أضلع المثلث الذهبي في جنوب المملكة، كما تهدف إلى التأثير بالقطاع السياحي والاقتصادي خاصة في العقبة التي تنافس مقاصد سياحية وترفيهية على شواطئ البحر الأحمر. اليوم نحكي عن تنافسية في المحيط وتنافسية عالمية، فكان لابد من أنه يكون المجتمع مواكب لهذه التنافسية، وأخذوا على عاتقهم اليوم الشباب من خلال تبنينا لهذا الفكر الجديد أن تكون جميع المبادرات تحت مظلة واحدة، رفعة وطن واستجابة لكافة ما يشار إليه من خلال سيدي صاحب الجلالة وولي العهد في اللقاءات العامة. والشباب اليوم قاعدين بدخلوا إن شاء الله المئوي الثاني مسلحين بالتمكين والمعرفة. سلطة منطقة العقبة ومفوضية شباب الريادة هي داعمة لهذا النوع من المبادرات حتى ننشئ جيل شبابي واعي مثقف محارب لجميع ظواهر السلبية في المجتمع. فدور سلطة منطقة العقبة دائما داعمة، بالإضافة للمؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وإن شاء الله حتى نصل إلى الجهد المطلوب ورفعة الوطن كما هو اسم المبادرة. اجتماع كافة شباب العقب من كافة الأطياف من جميع الشباب مثقفين، اطلاق مبادرة رفعة وطن لها اكثر محور، والمحور الرئيسي بركز عليه احنا الان اللي هو مكافحة المخدرات، اللي بنقدم كل شكرنا واعتزازنا للنشامة الامن العام ان يكون بلدنا خالي ان شاء الله من المخدرات وخصوصا في محافظة العقبة. امتدادا لإحياء اليوم العالمي لمرضى السكري، نظمت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري اليوم العلمي الخامس في العقبة بحضور عدد من الأطباء من مختلف محافظات الجنوب. النشاط العلمي اشتمل على محاضرات توعوية سلطت
الضوء على أهمية التشخيص المبكر للسكري وطرق الوقاية منه من خلال أنظمة غذائية صحية وممارسات رياضية، إلى جانب تنظيم مسيرة توعوية جابت شوارع العقبة قدمت فيها فحوصا مجانية دعما للمجتمع المحلي. أتدنا احنا دائما نعمل في مناطق الجنوب أيام علمية بمناسبة اليوم العالمي للسكري اللي صادف 14/11، وطبعا هاي رسالة احنا دائما في الجمعية الأردنية للعناية بالسكري أو بجمعية الغدة الصم والسكري، هاي رسالة دائما نطرح أفكار جديدة لزملائنا وتعليمية في المناطق الجنوب في جميع مناطق المملكة. نحن عاملين السنة الاحتفال في العقبة لأن اخترنا أن نكون العقبة هي مقر الاحتفال الرسمي لنزيد الوعي والتثقيف بأهمية مرض السكري ومحاربة السكري ومضاعفاته وحتى نمنع مرحلة ما قبل السكري. هذا كلام مهم جدا لنشر التوعية بالنسبة لمرض السكري لأنه مرض في ازدياد مستمر رغم كل الأبحاث والدراسات والإمكانيات، إلا إنه في ازدياد مستمر، وسيطرة على السكري عم بتكون صعبة جدا، وهو مهم جدا هذا كلام عشان نقدر نحمي مرضى السكري، لأنه السكري مش مجرد ارتفاع نسبة السكر في الدم، السكري عبارة عن هجوم من السكر على كل أعضاء الجسم.